بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. كل سنة وانتم طيبين. أول أسبوع لينا في الصيام، السنة دي عاوز أمشي معاكم في سلسلة اسمها النعمة، نتكلم عن نعمة ربنا. وكلمة النعمة دي كلمة غالية قوي وتميز فكرنا المسيح. يعني في ناس تانية بتعتبر ان الوصول لله دور بشري، اجتهاد انساني. احنا مش بننكر ان الانسان له دور، لكن الحقيقة الدور الاكبر والاهم والبداية تأتي بالنعمة، تأتي من دور الله. فالنعمة ببساطة كده هو كل اللي ربنا بيعمله ممكن يتسمى النعمة. ولان احنا في موسم الصيام الكبير ده، موسم الامتلاء بالنعمة. يعني النعمة دي زي حنفية مية مفتوحة، اللي يعبي منها اللي يشرب واللي يخزن، زي زيت ببلاش روح يلا املى الاناء بتاعك وخليك من العذارى الحكيمات، زي مخزن يعني جواهر وحجارة كريمة روح خد منه اللي انت عاوزه. فنعمة ربنا هي يعني أتجاسر وأقول كل ما لله من قوة وقدرة وإمكانيات متاح لولاده. مين بقى اللي ياخد؟ الصوم والصلاة تخليك تاخد. كل ما تصوم وتصلي كويس تاخد من النعمة دي. طب النعمة دي ايه؟ النعمة دي بقى بحر. يعني مثلا الغفران نعمة، هنتكلم عنه في مرة. يعني ايه ربنا يسامحني؟ دي حاجة كبيرة قوي، لان انا لو قعدت ادفع من هنا المليون سنه خطاياي دي ما تتشالش، ده انا اجرمت في حقه ويمكن تسببت في ضحايا من البشر. طب اذا كان في الدنيا لو ليك ضحايا واحده يمكن تاخد اعدام، طب واللي ليهم ضحايا كتير مين يشيل ده كله؟ اسمها نعمه، نعمه الغفران. التغيير نعمه، انك تتغير وتبقى انسان جديد دي ما تقدرش عليها لوحدك، دي اسمها نعمه. الصلاة نعمة، عشان تحس بالصلاة وقلبك يتحرك ده دور إلهي. صحيح انت لازم تقف وتحاول، بس ما يجيش حاجة جنب نعمة ربنا اللي تحرك قلبك. فهم كلام ربنا نعمة، القرب من ربنا نعمة، احتمال الناس وحبهم نعمة، النجاح في أي شيء في الحياة اسمه نعمة. إذن كلمة النعمة دي كلمة ضخمة جدا تغطي كل حاجة في حياتنا. وكلما الواحد ركز في النعمة كلما مشي صح. ليه؟ لأنه للأسف البني آدم بيفتكر أنه بيعمل بإيديه كل حاجة، إنما المسيحي هو اللي دريان طول الوقت أنه النعمة هي اللي شايلاه، ربنا هو اللي بيشتغل بيه، وأنه هو أصغر من أنه يغير شعراية في راسه أو يغير أي حاجة في الدنيا دي. وهو أساسا من بدون النعمة هالك لا محالة، ملوش أي حل في نفسه ولا في الدنيا كلها. فإذا احنا هنعيش شوية مع مفهوم النعمة في كم أسبوع بتوع الصيام، لعلنا نطلع فرحانين بالنعمة، مملوئين بالنعمة، يجي على آخر الصيام يبقى الواحد اتعود يقول يا رب اديني نعمة، أو يا رب ديم نعمتك علي، أو يا رب اديني نعمة الغفران، اديني نعمة الفهم، اديني نعمة الحب، اديني نعمة الصلاة، اديني نعمة الخدمة، اديني نعمة التسامح. هيفهم ان كل شيء في الاخر هو عطية او نعمة، وانه شطرته بس يفتح ايديه وياخد من ربنا بالصلاة والصوم. نبدأ الكلام الاول بشوية ايات من النعم. اولا اكتر واحد بقى هيشتغل معانا في الموضوع ده القديس بولس، هو اكتر واحد ينسب اليه هذه اللفظة. حتى ان احنا في قراية البولس كل لما يطلع الشماس يقرا بولس يختم ويقول ايه؟ نعمة الله الآب تحل على ارواحنا، لانه هو عارف ان اكتر واحد شرح النعمة ونسبها لربنا وعلق عليها باستفاضة القديس بولس. وده النعمة كمان هو قال على نفسه تفاضلت نعمة ربنا علي جدا، لان هو ده نعمة الغفران ونعمة التغيير ونعمة النجاح في الخدمة ونعمة المواهب في الروح القدس، كل ده هو خده، فعارف يعني ايه نعمة بجد.
اولا هو قال لنا كلمه صغيره مهمه قوي، بالنعمه انتم مخلصون. فافسس 2 يقول ايه؟ نحن اموات بالخطايا، ده الوضع الطبيعي بتاعنا، احنا شويه ميتين بسبب خطايانا، ولكنه احيانا بنعمه الفداء لما المسيح تجسد وفدانا. حد فيكم دفع حاجه؟ حد فيكم حتى كان يستجرى يطلب حاجه زي كده؟ دي نعمة، نعمة التجسد ونعمة الفداء أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه، دي نعمة، وأجلسنا معه في السماوات، كتب اسمنا في السماء عشان لما نمشي نلاقي اسمنا مكتوب عنده، دي نعمة. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته. يعني إيه؟ يعني لو ما فهمتوش الموضوع ده دلوقتي، بصوا لما تروحوا السماء هتدركوا المعنى. غنى نعمته ده لا يمكن يدرك إلا فين؟ في الظهور. يعني لما نروح السماء مش هيبقى ورانا غير نسبح نعمته، نتأمل في غنى نعمته، نقول إيه ده يا رب، ده أنت خلقتنا من عدم، دي نعمة، عملتنا أولادك، دي نعمة كبيرة قوي، اديتنا حياة أبدية بعد الخطية، دي نعمة، جيت بنفسك تفدينا، دي نعمة. غنى نعمته يدرك مع الظهور الآتي. ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون. بيعدها تاني، يعني إيه؟ اوعوا تفتكروا إن الإنسان مهما جاهد لوحده يقدر يدخل السماء، ولا يقدر يغير روحه، ولا يقدر يشيل ولا خطية من سلسلة خطاياه، إنما بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. النعمة أصلها تحتاج إيه؟ تحتاج الإيمان. يعني وأنتم بتسمعوني دلوقتي إيمانك بيزيد. إيمان يعني إيه؟ يعني ثقة، ثقة إن ربنا بيحبنا فبيدينا، ولما بيدينا بنتغير، ولما بيدينا بندخل السماء رغم كل ضعفاتنا وأخطائنا. وذلك ليس منكم، النعمة دي حتة إلهية، هو عطية الله. في نفس رسالة أفسس، دي من أكثر الرسائل اللي استخدم كلمة نعمة فيها، قال في أول إصحاح لمدح مجد نعمته. يعني قد ايه نعمته دي ليها مجد، واحنا كبشر نقف نمدح المجد. يعني ايه؟ نقول له كتر الف خيرك عن النعمه دي، مفيش كلام يشكرك يا رب على النعمه اللي احنا فيها دي. لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا الاب، انعم بها علينا في الابن المحبوب. يعني النعمه كلها جت عن طريق المحبوب ربنا يسوع، الذي فيه في المسيح لنا أحد جوانب النعمة الفداء بدمه، غفران الخطايا حسب غنى نعمته. بصوا آية واحدة فيها كم مرة نعمة، مدح مجد نعمته أنعم بها، وفي الآخر حسب غنى نعمته، زي اللي بقت لازمة في لسان بولس من كتر حبه وعشقه في كلمة نعمة دي، لأنه هو حاسس إنها أهم حاجة في القاموس المسيحي. وهو نفسه لما اتكلم عن نفسه قال كده، يعني شعار في حياته، قال أنا ولا حاجة، أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيا. يعني لو هتلاقوا فيا أي حاجة عدلة تقولوا نعمة ربنا. لو لقيتوا بولس ده بينجح اسمها نعمة ربنا، تلاقوا بولس ده كان مفتري ومجدف وشطان وبقى ملاك، دي نعمة ربنا. لما يعمل معجزة دي اسمها نعمة ربنا، لما يدخل السماء دي نعمة ربنا. فأنا ما أنا بل إيه؟ نعمة الله. مش بس بولس اللي كانت عجبان نعمة طبعا، لأن كل القديسين أدركوها حتى لو ما ادوهاش نفس الكلمة. أحيانا يقولوا قوة ربنا أو دور ربنا، ما هي في الآخر يعني نعمة. يوحنا يقول من ملئه نحن جميعا أخذنا، لأن المسيح في كل ملء اللاهوت، في كل الغنى، في كل العطايا، إحنا بناخد على قد ما نقدر ناخد. وكلنا في العهد الجديد خدنا من روحه، خدنا من أبديته، فتح لنا باب السماء، ونعمة فوق نعمة. يعني إيه؟ يا سيدي خد تاني. لما تقول لي خدت، تقول لي صليت قداس حلو قوي، دي نعمة. طب ما تصلي تاني، ما تاخد تاني، قريت كام آية كده عجبوني قوي، طب دي نعمة، ما تقرأ تاني، ده أنا خدمت والخدمة مش حلو، طب ما تخدم تاني، ده أنا اتغيرت خطوتين، طب ما تتغير تاني. ما هي النعمة ما بتقفش، نعمة فوق نعمة، خد تاني، خد تالت،
ما حدش هيقول لك ادفع، لأن ربنا بابه مفتوح ونعمته لا تقارن. إنما نعمة فوق نعمة دي كان ليها قصد عند يوحنا وقصد عند بولس. الاثنين دول ركزوا في فرق النعمة عهد قديم عن عهد جديد. الاثنين دول بالذات قديس بولس في رسائله، بالذات روميا وإنجيل يوحنا. لأن احنا مع بداية الصوم الكبير هنقرأ نبوات كتير، وهنسمع كل شوية قولت ايه أنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا وأن يسمعوا. يشوفوا ايه؟ يشوفوا النعمة، اسمها نعمة العهد الجديد أو عهد النعمة. لأن العهد القديم في نعمة، هو كون الشعب يبقى مختار ما دي نعمة، كون أن ربنا يبقى مسؤول على الشعب ده بالذات دي نعمة، كون يبعت لهم موسى وداود وأنبياء دي نعمة، كون يديهم شريعة ناموس دي نعمة. إنما بصراحة اللي هم فيه ده كله ما يجيش حاجة جنب النعمة اللي احنا فيها. عشان كده يقول نعمة فوق نعمة. الناموس نعمة، لكن الناموس ما يعرفش يغير الناس، ما يعرفش يقوم الناس من الموت، ما يعرفش يحل إشكال الناس مع الفساد والموت، ما يعرفش يدخل الناس السماء. إنما النعمة والحقيقة بالمسيح يسوع صار. فالناموس كان نعمة لكنها زي إيه؟ عملة بس ما تصرفتش، أو شوية غنى بس ما يحققش كتير. ده العهد القديم. لكن العهد الجديد بقى نعمة فوق كل النعم. فمثلا في روميا القديس بولس، لأن روميا كانت رسالة شائكة، لأن في جانب يهودي بيسمع وجانب أممي، والاثنين بقوا مسيحيين، بس إيه يعني لسه اليهود شوية متشعبطين في يهوديتهم. قال لهم احنا ما نقدرش ننكر نعمة العهد القديم. فقال لهم دول إسرائيليون ليهم التبني، أول ناس ربنا قال دول ولادي كانوا اليهود، وليهم المجد، شعب له مجد، مجدا لشعبك إسرائيل، وليهم العهود من وقت نوح وإبراهيم، وليهم الاشتراع يعني الشريعة ما خدهاش غير الشعب اليهودي، وليهم العبادة. كل دي نعم، خلي بالكم كل دي بركات خدوها الشعب تميزهم عن كل الشعوب، ومع هذا كل ده ما يجيش جنب العهد الجديد. وليهم المواعيد، وليهم الآباء، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء دول تبع له، ومنهم المسيح حسب الجسد. كل دي امتيازات للإسرائيليين. الواحد يسمع كده يتعقد، لا لا استنى استنى، ده انت دلوقتي في نعمة وتبص للحاجات دي كأنها ايه يعني. عارف لما واحد يبقى فلاح معاه إيراتين كده وعمال يتكلم عن الإيراتين انه ايه يعني بيزرع بقى ومش عارف ايه، وهو بيتكلم قدام واحد عنده 1000 فدان مثلا وعنده بقى ايه عدد بيشتغل في الاراضي بتاعه، فهو بيسمعه لكن ايه قول براحتك، لكن استنى ما اقول لك بقى العز بجد. فهم عندهم ايراتين كده يعني. لانه باعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه. يعني الناموس على قد ما قال لنا الصح والغلط ووضح لنا بالظبط ربنا يحب ايه وما يحبش ايه، لكن الناموس ما بيبررش الانسان. زي اي قانون يا جماعه، القانون ما بيصلحش طباع البشر، بدليل ان في ناس بتكسر القانون. القانون بيقلل الاخطاء خوفا من العقاب، لكن القانون ما فيهوش القوة الداخلية اللي تغير طبع البني آدم الكذاب إلى إنسان صادق، الحرامي إلى شخص أمين. القانون مش هيعمل دي، الحرامي ياخد على دماغه، لكن اللي عاوز يفضل حرامي يفضل حرامي. إنما النعمة لا، النعمة بتشتغل من جوة فبتغير تغيير جذري غير الناموس. من ضمن النعم العهد القديم يقول انت شعب مقدس للرب الهك وقد اختارك الرب. دي نعمة الاختيار، خلي بالكم ده كان زمان، انتوا دلوقتي المختارين مش هم، لكن كان زمان ليهم نعمة الاختيار، يعتبروا نفسهم شعب مختار بحكم انتمائهم لابونا ابراهيم، شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الارض. فغلاطيا بقى ابتدى يربط روميا وغلاطيا بالذات، قال بصوا يا جماعة أنا مش ضد الناموس، ده بولس بيقول، لكن خلينا أقول لكم حاجة، أنا لو قلت الناموس يحل مشاكل الناس يبقى أبطلت نعمة الله. أنا مش ممكن أبطل نعمة الله. لو كان بالناموس بر، طب المسيح جه ليه ومات ليه؟
لو كان الناموس يحل إشكال البشر، طب إيه لزوم التجسد وإيه لزوم الصليب والقيامة؟ يبقى ما كانش فيه لزوم لده كله. فعاوز يقول أيوة الناموس ارتقى بالناس شوية، بدل ما يموتوا بعض ألا تسرق ولا تقتل وعين بعين وسن بسن، لكن محلش إشكال الهلاك والموت اللي داخل على البشرية. إحنا عندنا نعم بننسى نشكر عليها، مثلا منها نعمة الخلق. ينفع أديكوا تدريب غريب شوية؟ الحمد لله بلادنا فيها حشرات كتير، وقربنا على الصيف وهتشوفوا صراصير ونمل ودبان، ومش هتحتاسوا يعني تعملوا التدريب ده. كل ما تشوف حشرة قول أشكرك يا رب لأني إنسان، لأنه أول نعمة أنت مخلوق مختلف عن كل الخلائق. دي نعمة، دي نعمة كبيرة قوي، أنك أنت مخلوق عاقل يحق ليك العلاقة بالله نفسه، يحق ليك أنك تقرب منه وتتكلم معه. هو في خليقة أخرى عندها الكلام ده في كتاب تجسد الكلمة القديس أثناسيوس، يحط دي في أول الكتاب، أن الإنسان مخلوق مميز جدا لأنه هو الوحيد اللي يقدر يتواصل مع الله ويتعرف عليه. بقية الخلائق على قد حدودها تعمل دورها، لكن فكرة المعرفة والتقارب والصداقة والفهم لا لا لا، حاجات خاصة بينا احنا بس. فمجرد ان انت بني آدم دي نعمة. عشان كده تلاحظوا في القداس الغريغوري، قديس غريغوري يقولها ازاي، خلقتني انسانا كمحب للبشر. يعني ده من محبتك عملتني إنسان، عملتني بني آدم. ولم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى رب. يعني ما كانش نقصك حاجة، إحنا من ساعة ما تخلقنا غلبناك، لكن نعمة منك أنك تخلقنا، وتخلقنا إيه؟ على شبهك. النعمة اللي تخص كل البشرية كمان، خلي بالكم النعمة الأولى دي مش إحنا بس، ده كل بني آدم واخد النعمة دي، بس المفروض احنا اللي فاهمين ربنا نمجد نعمته. انما اللي ماشي في الشارع بيقول لك ربنا مش موجود، او يعني بيشكر على حاجات تانية. لكن احنا ندرك ان اول نعمة هي نعمة الوجود، نعمة الخلق. كمان نعمة الرعاية دي برضو يشترك فيها مؤمنين وغير مؤمنين. هو النفس اللي بتاخده ده، الطاقة اللي بتحرك قلبك بقالك كم سنة عايش، المضخة اللي شغالة في جسمك والدم اللي بيروح ويجي ده، الأجهزة اللي في جسمك اللي شغالة 24 ساعة ما بتاخدش أجازة، دي حضرتك دفعت تمنها؟ لا، تدفع كهرباء في الحاجات دي مثلا، كهرباء غليت، والبقى اللي جوه ده ايه؟ ببلاش. طيب مين بيعمل ده كله؟ دي عناية الله، دي نعمة، دي نعمة. بالذات بقى لما تشوفوا الأمراض تكتشفوا ان احنا عايشين في نعم كتيرة قوي. كل حركة بنتحركها وكل نفس بناخده هو نعمة، كل لقمة بناكلها مش بنفكر بيحصل فيها ايه جوه، ده شغلة كبيرة قوي، وكل دي نعم من ربنا. ثم يأتي نعمة التجسد، الله يأتي الى عالمنا، برضو دي نعمة الحقيقة معطاة لكل البشر. ليه؟ الكلمة صار جسدا وايه حل بيننا، جاء عشاننا كلنا، يولد لنا ولد، ولد لكم اليوم، دي لكل البشر، المسيح جه للناس كلها. فالتجسد طبعا احنا اللي اتمتعنا بيه لما امنا، لكن هو الحقيقة نعمة لكل الناس. لما بيقول باركت طبيعتي فيك، يعني ايه؟ شرفت طبيعتنا. لما بقيت يا رب واحد مننا رقيتنا، شرفتنا، باركت الطبيعة، اللحم والدم دول نطفوا يعني، تشرفوا لأنه أصبحوا طبيعة خاصة بيك أنت. فمين يطول يعني أنك تبقى يعني واحد مننا. لما المسيح مات برضو كانت نعمة معطاة للكل، خلي بالكم. طبعا تاني بقول النعم دي مش كل واحد مدرك، ده فرق بقى الإيمان عن عدمه، وده فرق اللي يقعد يتأمل في الصيام يدرك قد إيه النعمة اللي هو فيها، من واحد عمال ياكل ويشرب ومستني يموت. فللأسف فايتاه نعمة كبيرة قوي. الفداء هكذا أحب الله الإيه؟ العالم،
حتى بذل ابنه الوحيد. إذن هذا البذل كان للعالم كله. كل ده اسمه نعمة. ودايما مع كلمة نعمة تفتكروا كلمة مجاني، متبررين مجانا بنعمته، لحد دفع ثمن الخلق، ولا حد بيدفع ثمن الشمس اللي بتطلع فوق راسنا والمطر اللي بينزل علينا والنفس اللي بناخده، ولا حد دفع لربنا فلوس يتجسد، ولا حد يقدر يدفع ثمن الفداء اللي فوق كل اي ثمن. فالحياة كل النعم دي ببلاش، حب. وكل نعمة منهم لا يمكن يعني ادراكها حتى بالعقل من كتر ما هي نعمة عظيمة. في نعمة على مستوى الكنيسة، احنا داخلين بقى على الصيام، دخلنا الصيام عندنا قداسات كل يوم، وعاوزين بقى نزود مزامير ونزود صيام انقطاعي ونركز في القرايات ونشبع بالانجيل. جوه الكنيسة البيت ده وكل الكنائس المستقيمة في نعمة ما تلاقيهاش في الشارع. في نعمة يقول عنها القديس بطرس وهو برضو بيتكلم من خلفية يهودية، يقول أما أنتم، أنتم بقى بتوع الكنيسة يلي اتولدتوا ولادة جديدة، يلي موجودين كشعب الله الجديد، يلي محسوبين على المسيح بقى، أما أنتم المؤمنين جنس مختار. يبقى الاختيار علينا احنا دلوقتي، كهنوت ملوكي. ده يؤكد ان في كهنوت في العهد الجديد، ده بيكلم مؤمنين مش بيكلم يهود. أمة مقدسة، يبقى في حاجة اسمها نعمة القداسة لانتمائك للكنيسة، انت بتبقى قديس لانك تبع الكنيسة. شعب اقتناء، انت شعب اقتناه الله لنفسه، دفع ثمنه وخده بقى يقتنيه. كي تعملوا ايه بقى في الاخر؟ تقولوا المجد ليك يا رب، تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نوره العجيب. الدعوة دي، النقلة دي اسمها النعمة، من الظلمة للنور، دي نعمة ربنا. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، انتم ما كنتوش شعبه، دلوقتي بقينا شعبه بعد المعمودية والميرون، لما روحه سكن فينا بقينا شعبه، بقينا محسوبين عليه، بقى اسمنا مسيحيين، بقت اسماءنا مكتوبة في السماء، بقينا حتة منه، أعضاء في جسده. فلم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، أما الآن فمرحومون. يعني ما كانش ليكوا رحمة، دلوقتي لما بقيتوا تبع المسيح بقت الرحمة مستنياكوا، الرحمة يعني هتدخلوا السماء. وبرضو خلي بالكم دي ليها واقع عند اليهود. اللي شاطر ومذاكر عهد قديم، في واحد اسمه هوشع النبي. هوشع النبي ده سبق المسيح بحوالي 800 سنة، وفي زمنه ابتدوا اليهود يعبدوا أوثان. فربنا صعبان عليه، قال له تاخد امرأة عاشت ككاهنة أوثان فكانت تمارس الزنا، قال له تقعدها كده تتوب شوية وتتجوز، قال له حاضر، وتجيب منها عيال. فجاب ثلاث عيال ورا بعض، المهم منهم اثنين، واحد اسمه لو عمي يعني لستم شعبي، واللي بعدها بنت اسمها لو رحامة يعني بلا رحمة. فكل اسم له مغزى، انه بيقول لليهود لستم شعبي. عشان كده بطرس بيقول انتوا بقيتوا بقى خدتوا مكانهم. اليهود اتقال لهم لستم شعبي، انتوا اللي ما كنتوش شعبه بقيت شعبه. وتقال لليهود لو رحامة لا رحمة، فانتوا اللي ما كنتوش لكوا رحمة بقى لكوا رحمة، وراحت على اليهود. فهمتوا الفكرة؟ فهو بيرجع الكلمتين دول الى هوشع، لانه كتير من قراءه كانوا يهود في الاصل. انما ده انا اقصده ايه؟ دي نعمة بناخدها جوه الكنيسة. عشان كده احنا ككنيسة ارثوذكسية اهم ما تمارسه هي الاسرار المقدسة. الاسرار المقدسة في تعريفها اول كلمة لازم تتقال ايه؟ نعمة. لما تقول لي المعمودية اقول لك نعمة، قول وراها اي حاجة، الميلاد الجديد، الحياة الجديدة، ان اسمك اتكتب في السماء، نعمة البنوة، بس لازم تقول نعمة. طب الميرون، نعمة الروح القدس اللي ساكن فيه. طيب سر الاعتراف، نعمة الغفران والتغيير. طب الإفخارستية، نعمة الاتحاد بالمسيح. طب الكهنوت، نعمة تاخد سلطان المسيح. فالسر عبارة عن ايه؟ اللي جوه الكنيسة هو نعمة مقدمة لخدمة شعب الله،
خاصة بشعب الله. دي مش لأي حد، دي للي دخلوا من الباب، دول اللي بقوا أعضاء في جسده، دول العيلة بس، مش لأي حد. فهنا في حاجة اسمها نعمة على المستوى الشخصي. احنا نشارك العالم في نعمة الوجود، نعمة الكلام، نعمة الفهم، نعمة الشمس والمطر، لكن احنا عندنا نعمة خاصة بينا أحلى من ده كله، لأننا أولاد الكنيسة، لأننا شعب مختار. يقول مثلا إيه في أعمال 2، يتكلم عن الكنيسة الأولى، يقول مسبحين الله ولهم النعمة لدى جميع الشعب، وكان كل رب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون. النعمة اللي تخص أولاد ربنا بتبان عليهم. يعني المفروض إن احنا لما ناخد النعمة جوه الكنيسة بالصلاة والصوم بالذات ونطلع، يبقى لنا نعمة عند الناس، الناس تحس إنه احنا مش من الدنيا دي، احنا فينا حاجة زيادة، من أخلاقنا، من وشنا، من طريقة كلامنا، من طريقة تفكيرنا، الناس تتشدلنا. ليه؟ في حاجة جوانا بتشدهم، ربنا الحلو اللي جوانا، الروح القدس اللي فينا، النعمة اللي فينا تشد. فيبقى لنا نعمة عند الناس، تقوم الناس تقول ما احنا عاوزين نبقى زيكم. ده الطبيعي، ده المظبوط بقى، ان الكنيسة الحية اللي أعضائها مملوئين نعمة يمشوا منين ما يمشوا تلاقي النور عمال ايه يجري زي النار اللي تمسك في القش كده تنتقل بسهولة. فمثلا يقول دفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح مجد الأب نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. يعني إحنا في المعمودية خدنا حياة جديدة، متنا وقمنا فعلا مع المسيح، فعلا دي بين قوسين سرا أو سرائريا، يعني بشكل معجزي غير منظور، أنت مت وقمت بجد، فالشيطان ما عادش له سلطان عليك ولا الموت يقدر يقرب من ناحيتك. طب واللي بيموتوا ده كده وكده، اللي بيموتوا دول بيغمضوا عينيهم بس ما عندناش موت، خلاص ليس موت لعبيدك، الموت ده للي ما خدوش النعمة، انما احنا من ساعة ما تعمدنا خلاص الموت اتصرف بالنسبة لنا واصبح فينا قوة قيامة، وهتثبت بالإفخارستية، كل ما نتناول يعطى بمغفرة الخطايا وحياة أبدية، فخلاص احنا موعودين بالحياة الأبدية لأننا بنتناول. شوفوا مثلا يتكلم عن الإفخارستية ازاي القديس بولس، كله بيتكلم عن النعمة، كأس البركة التي نباركها، يعني لما الكاهن يقول وبارك الشعب يقول أمين، أليست هي شركة دم المسيح؟ يعني بنشارك المسيح، ان احنا بناخد نقطة من دم. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ إذن هو بيراجع على الكنيسة إيمانها، يعني الإجابة طبعا، دم حقيقي وجسد حقيقي. يقول إذن إحنا الكتار دول بنبقى جسد واحد لأننا كلنا بنشترك في الخبز الواحد. بسبب الآية دي تلاحظوا في القداس أبونا يقول إيه، اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين، كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا وكمان ايه نصيب وميراث مع جميع القديسين. يبقى هو بيقول اللي قاله بولس، ان النعمة دي الإفخارستية دي بتعمل ايه، بتخليك مشارك كل القديسين في نفس الجسد ويديك الميراث الأبدي. طب دي نعمة، اذا كانت أكلة تدخل السماء دي مش نعمة؟ بدليل ان لما موسى قالوا له موسى ادانا نعمة، قال له موسى ادى كل من وماتوا ابائكم ماتوا، يعني ايوة اكلكم ودي نعمة انك تلاقي لقمة تاكلها، بس ابائكم اكلوا المن وماتوا. وعلى فكرة مش موسى اللي اداكم، قال لهم ده ابويا اللي اداكم، وبعدين ابتدى يقول انا بقى اللي ياكلني مش هيموت يحيى بي. ما عجبهمش الكلام. النعمة على المستوى الشخصي، انا عاوزكم بس تفهموا البدايات دي عشان بعد كده هندخل في الغويط الثلاثات الجاية عشنا مفاهيم النعمة. الاول في نعمة تخص كل البشر، فهمناها ان احنا كلنا مخلوقين على صورة الله، كلنا ربنا بيرعانا، حتى الابرار والاشرار يشرق شمس عليهم، كلنا عايشين بنعمة ربنا حتى دون ان نشكر الله، كلنا بيدينا نجاح ويدينا عيال يدينا خير، كل دي نعمة حتى لو أشرار. ثم في نعمة للمؤمنين خاصة، اللي خاصة بالملكوت الأبدي،
يتولدوا بقى أولاد ربنا، يأكلوا الأكل الخاص بالسماء، ياخدوا غفران حقيقي يثبتوا فيه. دي نعمة الكنيسة. في نعمة على المستوى الشخصي بقى، ودي بقى شطارتكم في الصيام، ان الواحد يغرف من النعمة دي. ليه؟ هل كل شعب الكنيسة يتمتع بالنعمة بنفس الدرجة؟ لا طبعا. ايه فرق قديس عن قديس؟ هو فرق دور النعمة في حياته، قد ايه ممتلئ نعمة. عشان كده على قمة القديسين بنحط مين؟ أمنا العذراء، ونسميها ايه؟ الممتلئة نعمة. اي واحد تاني فيه نعمة لكن ممتلئة نعمة، ده لقب خاص بالعذراء لانها عدت كل القديسين في الامتلاء بالنعمة. لكن معروض عليك انت كمان تاخد نعمة. النعمة على المستوى الشخصي، هنا يجي دورك بقى الاساسي، انه لما واحد يروح يركز في انه ياخد نعمة، هياخد. من له يعطى ويزداد. طب واحد ما بيروحش يطلب، من ليس له حتى لو عنده نعمة تروح شوية شوية، الذي عنده ايه يؤخذ منه. بص واحد زي بولس الرسول، بولس ده جاي من خلفية اسوأ مننا كلنا، اوحش مننا كلنا، اذا بدايته اقل مننا، بس طبعا سبقنا بكتير. طب اشمعنى النعمة ملت حياته لهذه الدرجة؟ ليه الراجل ده ربنا اداله كل ده؟ لانه بصراحة مدرك لأهمية النعمة، فكان بيطلب، كان عايش بيها، كان مركز فيها. يقول بنعمة الله انا ما انا ولا حاجة، يعني نعمته المعطى لي لم تكن باطلة. انا تعبت، خلي بالكم بقى، وده مفتاح من مفاتيح النعمة، خلي بالكم. انا تعبت اكتر من الرسل، منهم جميعهم، لان كان في مقارنة مع الرسل، لكن مش انا، لا انا بل نعمة الله. مرة تاني، ثلاث مرات نعمة في آية واحدة، تاخدوا بالكم، وصلها كده، شوفوا الحاح النعمة عليه، بيقول بنعمة ربنا بقيت كده. اصل نعمته كانت فعالة، ما كانتش بطالة، يعني ايه؟ كانت بتعمل فيا حاجة. انا تعبت صحيح، بس اقول لكم انا تعبي ده ولا حاجة، لانه مش انا، دي نعمته. واضحة؟ يبقى الفكرة مستقرة جواه. عشان لما واحد يخدم وينجح وينسب النجاح لنفسه، سرق النعمة. طب مش هتشتغل معاك تاني، بقيت حرام. وانت اللي نجحت ولا النعمة اللي نجحت؟ انما لما واحد ينجح في اي حاجة اقول له اشكرك يا رب لانك اديتني نعمة، تقوم النعمة تديله تاني. ليه؟ لانه مش حرام، بيرجع يقول اشكرك يا رب لان دي نعمة. لما تصوم انقطاع يوم وتعرف تقعد لتلاتة اربعة مثلا، اشكرك يا رب انا مش بتاع حاجات زي كده، دي نعمة. لان غيرك يجي على الساعة عشرة يقع، دي نعمة. لما تشكر، لما تصلي مرة من قلبك لازم تقول اشكرك يا رب اديتني نعمة عرفت اصلي، اشكرك يا رب اديتني نعمة نجحت في الحتة دي، اشكرك يا رب اديتني آية فهمتهاني، دي نعمة. انا ما بفهمش انما دي نعمة. واضحة؟ يبقى هنا النعمة اللي يقدرها بالبلد يتقدر وتفتح عليه. طب واللي ما يقدرهاش؟ الذي عنده ايه يؤخذ منه، انت مش مقدر بقى الكنز اللي معاك. المستوى الشخصي تاني، يقول لما بيحكي حكايته لتلميذه تيموساوس، يقول تفاضلت نعمة ربنا جدا. هو حاسس ان النعمة دي ليها فضل كبير قوي، لان النقلة اللي اتنقلها بولس دي مش حاجة طبيعية. مع الايمان والمحبة، مش بينكر الدور البشري، فاهمين؟ لأن حد يفتكر ان النعمة تشتغل بدون ادنى دور، لا، محدش فينا قال كده، ما عملتش ايدك كده مش هتاخد، ما جهدتش بالصوم والصلاة ما تاخدش النعمة، لكن النعمة مفتوحة لكل اللي عاوزها. صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، المسيح يسوع جاء للعالم ليخلص الخطاة الذين أولهم عنه. نفس معنى النعمة هو الشعار اللي قاله أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوم في المسيح. دي هي النعمة، يعني طول ما أنا باخد نعمة من ربنا أقدر على أي حاجة، أقدر أنجح في أي حاجة، أقدر أغلب نفسي وأغلب خطيتي، أقدر. ليه؟ أنا ما أنا، نعمته دي قوة خارجية، ده مش أنا.
مرة تاني يقول أقول بالنعمة المعطى لي. بصوا هو دايما حاسس ان هو بيتكلم برضو مش هو بيقول أنا ربنا اداني نعمة، فأقول لكم حاجة اتعلمتها، حاجة ربنا وضحها لي، ان الواحد ما يطلعش فيها لا يرتقي فوق ما ينبغي، يرتقي للتعقل. لما يتكلم على المواهب يقول المواهب دي لينا مواهب مختلفة بحسب النعمة، في واحد يعرف يوعظ، في واحد يعمل معجزات، في واحد يدبر ويدارجي شاطر، في واحد يحب الغلابة قوي، في واحد بديله فلوس كتير، كل دي نعمة موزعة مواهب، إنما الفضل في الآخر للنعمة. أختم بآخر نقطة، التمتع بالنعمة. إحنا في بداية الصيام، معانا شوفوا كم يوم، ما تستكتروهمش، لأنه تخيلوا إن إحنا بنعمل ثروة روحية. تخيلوا مثلا بلغة الدنيا، شاب يتعرض عليه، هو مرتبه مثلا 3000 جنيه، يتعرض عليه يطلع شهرين بلد يرجع ب2 مليون جنيه، ده هيطلع مش هينام، ده هيبيع الدنيا كلها، مش كده؟ ده مرتبه كحيان بالنسبة له، يعني 3000 دي حاجة كويسة، بس أنا يعني هو بالنسبة للرقم اللي بيسمعه إيه ده معقول؟ إيه رأيك إن إحنا داخلين في الصيام لغاية يوم عيد القيامة، في الفترة دي ممكن نغتني بالنعمة ونعمل ثروة، ثروة روحية بقى. شوف بقى كل الفضائل اللي تسمع عنها، ممكن يتولد في قلبك قلب نظيف مثلا، دي نعمة، تبقى عندك تواضع، دي حاجة كبيرة قوي، تبقى فاهم ربنا كويس، يا ده ممكن، ممكن جدا، كل الناس تعرف تحبهم وتسامحهم مهما عملوا، ممكن، دي نعمة. كل لما تصلي تلاقي نفسك في طاير في السماء، دي نعمة، كل ده متاح. طب أنا عاوز من ده تمتع بالنعمة، يجي إزاي؟ أولا تصدق وتراجع الفكرة دي كل شوية، تبقى مصدق يعني إيه نعمة، يعني وقفة الصلاة دي أنت في وضع أخذ نعمة، وقفة القداس دي أنت في مرحلة امتلاء بالنعمة، تلمذ على الإنجيل ده نعمة، الخلوة، المطانية، كل ده انت مش بتعمله كهدف في ذاته، ما تقوليش صليت كم مطانية، مش ده المهم، حلو كتدريب، لكن الاهم خدت ايه بقى، قد ايه خدته من ربنا وانت بتصلي كده وبتسجد. يبقى اولا صدق ان في حاجة اسمها النعم. اتنين، الاسرار. احنا ده الموسم بتاعنا، ان احنا نقدم توبة بانتظام ونتناول بانتظام، اكتر حاجتين يفتحوا علينا أبواب النعمة، توبة واعتراف وتناول كتير. تلاتة، الصلاة الحرة، صلاة مع صوم بقى، دول جناحين الصيام، صلاة وصوم، انك تصوم بجهد وانك تصلي كتير. خسارة تضيع الوقت في الكلام، خسارة تضيع الوقت في النوم، لانك انت كل دقيقة صلاة من قلبك بتكسب، وثروة روحية حقيقية، غنى بجد. طب يلا ليه بقى تتدلع، ده انت فرصة عمرك، محدش عارف في صيامات تانية ولا لا، كمان هنا صلي بحرارة وخدها جد، لان الصوم يفعل الصلاة اكتر. اخيرا التواضع، لانك لو عملت اللي فات ده كله وشايف روحك، دي عدوة النعمة بقى، الحتة دي العدو اللدود للنعمة، الكبرياء او الذات. اكتر واحد مهما عمل ما ياخدش ولا حاجة من النعمة اللي شايف نفسه، اللي طالع فيها، اللي بيحتقر الناس، اللي راضي عن نفسه زيادة، اللي معجب بروحه، اللي ما عندوش مشاعر توبة أساسا وشايف نفسه كويس، ده بيطلع مفلس زي ما دخل الصيام بيطلع منه، حتى لو قعد ما بياكلش طول الفترة. إنما المنكسر القلب لا يرزل الله، مساكين بالروح دول أول تطويب كده اللي ليهم السما حتف، دول بقى اللي بيغرفوا من النعم، اللي جايين سحاتين كده في الكنيسة، يا رب ادينا نعمة، يا رب غيرنا بقى كفاية، يا رب شيل ده، حط ده. يبقى انت عمال تاخد كده بإلحاح وانت مقتنع انك فقير قوي ومحتاج قوي. إذن التواضع مفتاح للنعمة، لإلهنا كل مجد وكرم.